طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام. دلوقتي احنا في الجزء اللي فات خلينا البروفايدر ايدج يوجه او يستلم بريفكسز من الكاستمر باستخدام الستاتيك راوت. المفروض بقى الجزء ده هنعمل فيه ايه؟ هنشغل الام بي ال اس في البيئه او الانفايرمنت بتاعه الام بي ال اس دي او بيئه السيرفيس بروفايدر في الاوتونوموس سيستم 65001. خلينا نقول بلاش نقوم الام بي ال اس دلوقتي، تعال نشغل البي جي بي في بي ان في 4 اللي هو قايم سايد باي سايد مع الام بي ال اس. طبعا كان في بي جي بي كنا شغالين عليه في المنطقه دي، احنا دلوقتي هنغير بس الشكل السيناريو، هنخلي 2 و11 و9 و7 و3 هم بس فقط اللي هيشغلوا بي جي بي، وواحد ممكن نخلي واحد فيما بعد، يعني نخلي واحد شغال، و6 اللي احنا هنخليه ريفلكتور فقط. تمام، فاحنا هنخلي 6 ريفلكتور، 4 ما عنديش فيه بي جي بي، 5 ما عنديش فيه بي جي بي، 12 بي جي بي، 11 ما فيش، 8 ما فيش. طبعا ما فيش بلاك هول هيحصل لان احنا قلنا ان الموضوع ماشي على اساس الايه الليبل. هنا هنمشيها ازاي؟ خلينا نروح نشوف الرواتب دي كلها فيها ايه. هنشيل طبعا الكاستمر، مش محتاجين كاستمر تاني. وان تسعة تمام، انيبل دو شو ران سيكشن بي جي بي. طبعا هنلاقي 11 عنده بي جي بي، عشرة عنده، تسعة عنده، تمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. اوكي طيب تعال نعدل بعض البيهيفيرز، هنشيل 5 من الحسبان و4 و11 و12. هنبتديها 11 يا باشمهندس. ليش؟ ما انا مش محتاج بقى، انا مش محتاج بقى الناس دي تبقى شغاله بي جي بي، هو الريفلكتور 11 بس والادج هذا ذي والادج اللي ذي 11. 11 محتاجينه، سوري سوري سوري، اكيد 11 لازم يبقى موجود. هنشيل 5، مش محتاجين 5، هنشيل 5 نو، وهنشيل 4 ونشيل 8 ونشيل 10 و 12 اوكي. طيب مين عندي دلوقتي؟ 2 و11 و6 و9 و7 و3، ممكن تشيل واحد ما فيش مشكلة، بس خلي واحد. طيب نستعرض دلوقتي دو شو ران سيكشن بي جي بي،
البي جي بي اللي شغال على سبيل المثال عند اتنين ده بقى ايه؟ بي جي بي اي بي في 4. انا مش محتاج ده، مش محتاج الاي بي في 4. طيب هتسيب الفيتشر؟ اقول لك والله احنا ممكن نقفلها اصلا. ازاي الكلام ده يا عم الحاج؟ نخش جوه البي جي بي على الرواتر اللي موجودة. خلينا نستبعد 5 دلوقتي و4 و10 و8 و12 يبقى 1 و2 و3 و6 و7 و9 و11. خش جوه البي جي بي ونقول له هنا نو بي جي بي ديفولت اي بي في 4 يونيك هوست. كده انت ايه؟ هنتوقف البي جي بي اي بي في 4 فيتشر من على الرواتر دي. باشمهندس الاي بي في 4 تقصد فيها دي فيرجن 4؟ ايوه خاص بالاي بي فيرجن 4. يونيكاست في اي بي فيرجن 4 وفي الاي بي فيرجن 6. يعني احنا راح ناخذ الثنتين الفيرجن 4 وفيرجن 6 في هذا السيناريو؟ لا احنا عطلنا فقط البي جي بي انه يشتغل مع الاي بي فيرجن 4، واحنا اوريدي ما عندناش 6 دلوقتي في اللحظه دي. طيب ليش وقفنا الفيرجن 4 انا على البي جي بي؟ مش محتاج اي بي فيرجن 4، انا هتكلم او هتعامل مع البي جي بي في بي ان فيرجن 4. في بي ان فيرجن 4 وفي في بي ان فيرجن 6. انا شغال حاليا دلوقتي في بي ان فيرجن 4. يعني انا الان لما سويت نوع اي بي فيرجن 4 يونيكاست، انا شو بالضبط هذا الكومنت تسويه يعني بالضبط؟ وقفت البي جي بي العادي النورمال اللي هو بيتحط في الجلوبال راوتينج تيبل. اوكي وقفته، انا مش محتاجه دلوقتي. انا كل شغلي هيبقى ام بي ال اس وفي بي ان. هشتغل بي جي بي في بي ان، ده اكستنشن تاني من البي جي بي اكستنشنز اللي بشتغل عليها. تمام. يعني بي جي بي مع في بي ان. انا لاغي دلوقتي، لا تشوف كيف لا تضح الرأي، يمكن اتلغى. هنا ظهر عندي حاجة اسمها الادرس فاميلي اي بي في 4. هذه اوتوماتيكيا ظهرت؟ ظهرت لما انا لغيت ايه؟ الديفولت اي بي في 4 يونيكاست. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ قال لي احنا هنكريت على الراوتر ستة الريفلكتور. هنا هنكريت عندي بير جروب اسمها عباس. لو جينا نبص دو شو ران سيكشن بي جي بي، بص هنا البير جروب متكريته وانا لاغي الاي بي في 4 يونيكاست. كل اللي انا هعمله هنا هكريت حاجه جديده بقى، هقول له ادرس فاملي في بي ان. انا دلوقتي عند الريفلكتور في بي ان في 4 انتر، وادخل له دول مره ثانيه. بس هو هنا في حاجه، انا ما عنديش غير 2 و1 و3 و7 و11 و9. انت ممكن تحددهم له 2 1 و2 و3 معاك و7 معاك و9 معاك انا بصراحة تهت في هذه الفقرة. تهت صح؟ اوضح. تهت فعلا والله. اوضح حالك دلوقتي. بص على دلوقتي ده البي جي بي. لما يبقى عندك راوتر في اوتونوموس سيستم
10 وراوتر تاني اوتونوموس سيستم 20 وراوتر تالت اوتونوموس سيستم 30. انت دلوقتي دي شركات مختلفة هتشغل ما بينهم ايه؟ بي جي بي صح؟ اكيد صحيح. البي جي بي اللي انت هتعمل له كونفيجريشن ده اسمه ايه؟ اكسترنال. ايوه اكسترنال، بس اسمه هنا بي جي بي، اسمه بي جي بي اي بي في 4. احنا كنا نعرف انه بي جي بي اوكي، بس انت كنت عارف انه هو بي جي بي، بس اسمه بي جي بي اي بي في 4. هذا الاسم كان مخفي الاي بي في 4. تمام. انا دلوقتي مش هشتغل بي جي بي عادي، يعني اقول له نيبر وراوت وحط لي في الجلوبال راوتينج تيبل والكلام ده كله. صحيح، هذا الذي احنا عارفينه. اوكي، في دلوقتي البي جي بي هنا في عندي بي جي بي من نوع اخر بقى. فين البتاع القلم؟ في عندي بي جي بي من نوع ال في بي ان في 4. بي جي بي في بي ان في 4. ال في بي ان في 4 دي بتبقى دايما ملتصقه بال ام بي ال اس فيتشرز او تكنيك، دايما بيبقى معاها بروفايدر ايدج وكاستمر ايدج. ماشي ماشي. يبقى انا دلوقتي لما اشتغل مع كاستمر الانترفيسز بتاعتهم محطوطه في VRF، وانا طبعا هيبقى في VRF معايا هنا VRF، دي كلها حاجات بتتعامل او بيتعامل معاها البي جي بي في بي ان في 4. لكن البي جي بي اي بي في 4 ما فيش الكلام ده، انت بتقول له النيبور اللي قدامك في الريموت اي اس انتر دان، خلصت الامور. لكن هنا حدوته تانية مختلفه غير الحدوته دي خالص. لو انت عطلت دي وشغلت دي ماشي الدنيا شغاله، عايز تسيب دي شغاله وتشغل دي برضو الدنيا ماشي، على حسب الديزاين على حسب السيناريو. فهمت؟ اوكي. ولا لسه الامور مش واضحه في دماغك؟ لا اوكي اوكي، اتضحت الرؤيه الان. طيب، فانا دلوقتي لغيت الفي 4 الاي بي في 4، لغيت الاي بي في 4، هشغل بس الفي بي ان في 4 على طبعا زي ما كان عندي ريفلكتور وسبليت هورايزون والكلام ده في البي جي بي العادي، وكمان عندي نفس القصة نفس القواعد تنطبق هنا. عشان كده انا محتاج راوتر 6 عشان يرفلكت الراوت من هنا لهنا. طيب لو قلنا له دو شو ران سيكشن بي جي بي اجين، بص عندي دلوقتي ايه الجزء ده هنا، طيب هذا اوتوماتيكيا يا باشمهندس، يعني الان ادرس فاميلي في بي ان 4 هذا اوتوماتيكيا، نحن بمجرد نحن سوينا نو ايه بالضبط، هذا الكومنتس كلها جت اوتوماتيكيا. ايوه، طالما انت لغيت دلوقتي معناه ان انت هتشغل اكستنشن اخر غير اللي كان شغال في الاول. اللي كان شغال في الاول اي بي في 4 انت عطلته اصلا، شايف هنا الكومنت متعطل. هي ما هو انا معطلت يا باشمهندس، طلع لي هذه الكومندات كامل. اي تمام، قال لك الكونتينر بتاع الاي بي في 4 هذا هو، بس هو مش شغال خد فعلا. وعملت لسه كونتينر اخر اسمه ايه؟ الفي بي ان في 4.
understand؟ اوكي. بس كده مش محتاجين اكتر من كده. شو الاكتيفيتي؟ اوكي خلاص. في هنا كومنت تم اضافته، send community extended. ايه هو؟ احنا طبعا درسنا الكوميونتي في البي جي بي اصلا. كوميونتي هي معلومات اضافيه بترسل مع الراوت في اثناء مروره من اوتونوموس سيستم لاخر او من في نفس الاوتونوموس سيستم. قال لي لما بتشتغل في بي ان في 4 في معلومات اضافيه بيتم ارسالها زي الراوت تارجت والراوت ديستنجوش والكلام ده كله، بيتم يعني بيتم ارفاق الحاجات دي جوه. anyway دي بتتفعل اوتوماتيك باي ديفولت لما بتشغل ال في بي ان في 4 اللي هي ليه سند كوميونيتي اكستندد. خلاص. طيب انا دن بالنسبه لست دو دبليو ار، مش محتاج اكتر من كده عليه، ودومتم نخرجه او نسيبه مش مشكله. دلوقتي هروح لراوتر 2، هبتدي اكونفيجر الريليشن شيب ما بين 2 والريفلكتر بتاعه اللي هو 6. دو شو ران سيكشن بي جي بي. هنا طبعا انا ما عنديش كونتينر للفي بي ان في 4، هبتدي اكريت وانا معطل اوريدي الاي بي في 4. هقول له ادرس فاملي في بي في بي ان في 4 واقول له ان النيبر 6 اكتيفيت. بس واقول له ان النيبر 6 كمان. طبعا انا عندي برضو مش نفس مشكلة النكست هوب الخارجية، لو الريفلكتور ما عرف لهاش طريق هيعتبرها نوت فاليد ومش هيعتمدها، فلازم اقول له ايه next hop self. تمام بس كده. واخد الكومند ده واروح بيه ل 1 واروح بيه ل 3 واروح بيه ل 7 واروح بيه ل 9 واروح بيه ل 11. تمام كده انا قومت ايه الريليشن مره تانية. طبعا في حاجه انا عايز اوضحها هنا، لو قلت له شو اي بي بي جي بي شو اي بي بي جي بي السمري، طبعا دي الاجهزه اللي احنا قلنا هنشتغل عليها، ده الاي بي في 4. لو قلت له هنا بقى تاني شو اي بي بي جي بي في بي ان في 4 اول سمري، يقول لك دول الناس اللي انت مشغل معاهم الايه الفي بي ان في 4 بي جي بي، وواحد واثنين وثلاثه وسبعه وتسعه وحداشر، هم دول اللي انت ايه مشغل معاهم الفي بي ان بي جي بي. طب خلاص احنا شغلنا على الكاستمر وعملنا الريليشن سوري شغلنا على البروفايدر ايدج وعملنا الريليشن بين البروفايدر ايدج والبي از ريفلكتور اللي هو راوتر 6 والامور قامت تمام. الخطوه اللي بعد كده بقى هنبتدي نحط البي جي بي، نحط الفي ار اف اللي احنا مكريتينه داخل البي جي بي في بي ان في 4، وازاي هيبعت الراوت للناس التانيين، وازاي الريفلكتور هيهندل ايه هيهندل الراوت ده من في حين استلامه من البروفايدر ايدج. الامور واضحه ولا فيها غموض وعدم وضوح؟ واضحه بس ندرب عليه كده شويه. طبعا انت محتاج تدريب عليه، محتاج تطبيق عملي عليه. في اي سؤال في الحته دي يا ايمن؟ لا كله واضح.